بينما تم تبديل وإعادة صياغة بعض التفاصيل بسبب متطلبات الحبكة الدرامية، جرى في الوقت ذاته التحقق من صحة هذه القصة الحقيقية التالية، ونقدمها لكم كما حدثت بالفعل. عنصر المفاجأة هو الأهم، يتلف عليه بسرعة، ما تديش عدوك وقت للرد، يذبح من الوريد للوريد، لازم تكون عنيف وما عندكش أي خوف، ارمي الأرض، يذبح بسرعة، مفيش رحمة. احنا عشنا في الصحراء واتدربنا لهدف وحيد، إننا نرجع مصر ونستولى على الحكم. كنا مستعدين إننا نواجه أي تحدي في سبيل الله، وما كانش في أي حاجة تهمنا إلا دعوة الإسلام. كان قدامنا حلين مفيش غيرهم، يا إما الموت وساعتها هتبقى الجنة هي نصيبنا، يا إما نكسب المعركة. أنا اتدربت علشان أكون قناص، وبرعت في إصابة الأهداف بدقة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. أخوك في الجنة يا مصطفى، لازم تشد حيلك وتعزي نفسك بالفكرة دي. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم يا أمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال التدريب اليوم يا إخوة؟ على أحسن ما يرام يا أمير. بارك الله فيكم، استريحوا. الأمير كان بيزورنا بشكل منتظم علشان يتفحص استعدادنا، وفي ليلة أرانا من جريدة مصرية خبر عن اعتقال مجموعة من المرسلين الأجانب. المجموعة دي كانت بتحاول تنصير مسلمين في واحدة من مستشفيات المرسلين في مصر عن طريق الإغراءات المالية والجنسية. الموت للكفرة! الخبر ده كان فيه إهانة كبيرة لكل واحد فينا. كان شهر رمضان وكلنا حسينا بالتقصير في قضية نصرة الله، شعور بالغضب المريع سيطر علينا كلنا، والمسألة دي بالنسبة لي كانت سبب جديد علشان يزيد كرهي للمسيحيين. النصارى بيقولوا إنهم يومها على حق. قطعنا عهد على نفسنا إننا نقضي على التبشير المسيحي مهما كان الثمن، لكن الأمير اعتبر إن المعركة بالسلاح انتهت، وشاف إن انتصارنا ممكن يكون بس عن طريق المواجهة بالمنطق، وبالتحديد عن طريق كتابة كتاب يثبت إن الإنجيل محرف وإنه مش مصدر ثقة. إن كتابهم محرف. ومين بقى اللي يكتب الكتاب ده؟ يا راجل انت هتخاف من حتة كتاب؟ وامي كانت بتقول ان النصارى بيعملوا اعمال سحر وشعوذة بالكتاب دوت، وان اللي يقرأ الكتاب ده بيحط نفسه تحت تأثير السحر بتاعه. ولعنته كمان، انا مش ممكن اقرأ الكتاب ده، لا لا ده مستحيل. لا تجادل ولا تناقش، ان
كنت تؤمن بالله واليوم الآخر يجب أن تفعل ما أقوله يا خليل. لا يا أمير، شوف حد غير يوم بالمهمة دي. لا لا خليل، أرجوك يا أمير، شوف حد تاني يوم بالمهمة دي. أعتقد أنه لا يوجد شخص أجدر على أداء هذه المهمة غيرك يا خليل. لكن أنت بتطلب مني أن أكون زيهم، أفكر زيهم، إزاي أعمل كده؟ أطلب مني أن أدي الكل نصراني في مصر، لكن ما تطلبش مني أن أقرأ كتابهم ولا حتى ألمسه. إن غيرتك في سبيل الله لشيء عظيم جدا، ولكن هذه الغيرة قد أعمت عينيك فلم تعد قادرا على التمييز. ألا يمكنك أن تدرك الشرف الكبير والفخر العظيم الذي ستناله لو أتممت هذه المهمة؟ سوف تكون أول من يكشف أكاذيب النصارى واليهود، وسوف أدفع لك 500 جنيه كمرتب شهري طوال هذه المدة، وسوف أسلمها لك بنفسي. سيبنا المعسكر في الصحراء وأنا رجعت البيت. أنا قعدت لمدة شهر تقريباً من غير ما أعمل أي حاجة. يا أولاد، حصل إيه في المسلسل النهاردة؟ مسكينة أم الواد، حصل إيه؟ ابنها ما ينزلش الشارع وعربية جت وخبطته. يا عيني يا ابني، حطي الشاي وتعالي اتفرج معانا يا أمي. خليل، أخيراً قررت إن أنا أتبع تعليمات الأمير. كان لازم أطوعه وأبتدي أشتغل في المهمة اللي هو كلفني بيها، لكن بصراحة ما كنتش عارف أبتدي منين بالظبط. في قرايتي للتوراة لقيت شوية حاجات فيها تناقض واضح بينها، لكني قلت دي مش هتساعدني قوي لأن القرآن كمان فيه اختلافات كتير زي كده، وإذا قلنا إن الحاجات دي بتضعف من دقة الكتاب المقدس ومن صحته هنكون بكده بنحكم على القرآن بنفس الطريقة. علشان كده بديت أدور على أخطاء تانية، لكني ملقتش ولا واحدة. قريت الكتاب المقدس كله لكني ما لقيتش اللي كنت بتمنى ألاقيه. مفيش ولا آية في كتاب النصارى بتتكلم عن مجيء نبي اسمه محمد ولا حد أحمد. لقد أحضرت لك معي ما تحتاجه يا خليل، خذ. إظهار الحق؟ هذا الكتاب يحتوي على قائمة ب26 إشارة عن محمد
صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وردت بالتوراة والإنجيل. وليه ما وردتونيش من قبل كده؟ كنت أريدك أن تقرأ كتاب النصارى بنفسك أولاً. هنا لن يستطيع أحد أن يجادلك فيما توصلت إليه من نتائج. خليل يا ولدي، الكتاب الذي سوف تكتبه ليس مثل غيره من الكتب التي سبق وبحثت في هذا الموضوع، وسوف نصل إلى نتائج مذهلة بإذن الله. بإذن الله يا خليل، وسوف ترى. قررت إن أنا أمتحن كل إشارة من 26 الموجودين في الكتاب ده، لكن مفيش ولا إشارة فيهم قدرت تثبت أي حاجة. أنا قلت يا رب، أنا مش قادر أثبت إن الإنجيل محرف، ولا قادر ألاقي أي ذكر لمحمد في أي مكان فيه. يا ترى إيه اللي أنا عايش علشانه؟ يا ترى أنا بعبد مين؟ فكرت لو إن الإنجيل صحيح ومش مزيف، يبقى إيه مستقبل القرآن؟ مش ممكن يكونوا الكتابين صح، علشان كل كتاب منهم بيتحرك في اتجاه عكس التاني. وبكده بديت أكتب ورقة بحث بعنوان هل القرآن هو كلمة الله؟ ولما خلصت البحث كان عدد صفحاته بين 200 و300 صفحة. وفي يوم من الأيام جه الأمير في زيارة مفاجأة. اتفضل حضرتك، استناه هنا في الأوضة، خليل دقيقة واحدة ويخرج لحضرتك. شكرا. الحمد لله، أخيراً بدأ بالكتابة. ايه اللي جرالك يا خليل؟ ايه اللي انت كاتبه ده؟ انت بتقول ان القرآن مش كلام الله؟ ان ما كنتش مصدقني اقرا بنفسك الانجيل. انت فاكرني مبسوط باللي انا طلعت له ده؟ انا قلت لك مليون مره شوف حد تاني يقوم بالمهمه دي، لكن كل مره ترد عليا وتقول لي ربنا اختارني انا. انت المفروض تلوم نفسك مش تلومني انا. احنا دفعنا لك فلوس كتير عشان تكشف اكاذيب النصارى الكفره. لا 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 لا، انت قلت لي اعمل ابحاث بنفسي، وده اللي انا عملته، وكتابهم هو الحق. ومش بس كده، القران نفسه بيقول ان عيسى المسيح هو الله. اخلص اخلص، اوعى تتكلم، بقول لك اوعى تتكلم. القران بيقول ان عيسى بيتكلم بامثال، وانا هرجع تاني على السحاب وهيدين الناس. اسكت. سورة المائدة عيسى يقدر يخلق. سورة العمران عيسى بيشفي المرضى ويقوم الناس من الموت. يا كافر. عيسى هيرجع على السحاب وهيدين الناس في يوم الاخر زي ما هو مكتوب في الكتاب بالظبط.
اسمع، من النهاردة لا أنا أعرفك ولا أنت تعرفني، وأنا أقول للجماعة إنك بعتنا يا كافر. كلام الفارغ ده لو وريته لحد هقتلك بنفسي. كافر! كافر! خليل! خليل! وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. حارب الكفار لأنهم بلا إيمان، حارب المشركين بالطريقة التي يحاربونك بها، حارب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله. قاتلوا قاتلوا قاتلوا، حتى لو كانوا آباء أو أطفالا أو أزواجا، اقتلوا. والمصحف الشريف انت اللي منور يا معلم. الو تيميساوس، انا خليل. لا 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 كويس، انا بس كنت عايز اتكلم معاك لمده. وفي يوم من الايام طلبت في التليفون واحد من اصحابي المسيحيين في الشغل، كان نفسي اسمع منه عن الانجيل، بس هو خاف وقفل السكه في وشي. بعدين حصلت حاجه ازعجتني جدا، ان شنطتي اتسرقت وكان فيها كتاب المقدس والباسبور. ايوه معلم، ما شفت شنطتي؟ الشاي بتاعك معايا يا معلم، هجيب لك. حاضر. انا محمود. ساعت فين؟ شنطتي سبتها هنا اهو. شنطه ايه يا فندم اللي بتتكلم عليها؟ بس دي فيها بطاطي وفيها الانجيل. الانجيل يا فندم، يا فندم فلوس المكالمه يا حبيبي، تعال هنا يا فندم. يا رب ارجوك اسمعني، وريني طريقك. كل اللي انا عاوزه وكنت بدور عليه ان اعرفك واكون ليك من كل قلبي. يا رب انا حبيتك من صغري وكل حياتي بين ايديك. يا رب انا ضايع، انا محتاج لك. يا رب انا عارف انك اله واحد، هل انت اله المسلمين ولا اله النصارى؟ لو كنت اله المسلمين شيل كل حاجه من دماغي الا الاسلام. لو كنت اله النصارى فاديني نور في قلبي عشان اعبدك. يا رب وريني طريقك، اذهل لي الحق من فضلك يا رب. الليله دي انا نمت بعمق بصوره ما حصلتش في حياتي قبل كده، وقرب الفجر حلمت حلم. انت لسه عندك شك فيا؟ انت مين؟ انا هو الشخص اللي انت بتدور عليه. انا مش قادر افتكر. اقرا الانجيل. انا بحب الانجيل. ايوه انا عارف، لكنه ضاع مني مع كل اوراقي. الكتاب ده مش ممكن يضيع أبداً. قوم وافتح دولابك وانت هتلاقيه هناك.
خليل؟ أمي، لازم تسامحيني يا أمي. أنا كنت فاكر إني بتبع الإيمان الصح لما كنت بعاملك بأسوأ بطريقة مش كويسة. سامحيني واسمحي لي أبوس رجلك يا أمي من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا خليل؟ ربنا وراني الحق يا أمي. ربنا اللي عرفته النهاردة مش هو اللي كنت بتبعه زمان. يا ابني هو إله واحد مفيش غيره. أيوة يا أمي، وهو اللي بيوصلني دلوقتي إن أحبك وأكرمك. ومين هو الإله ده يا خليل؟ هو الإله الحقيقي اللي ظهر في المسيح عيسى المكتوب عنه في القرآن. بس يا حبيبي لو سمعوك هيقولوا عليك اتجننت. أنا هعمل اللي تقولي عليه يا أمي، لكن أنت فعلا مصدقاني؟ ومصدقكش ليه يا ابني؟ أنت عمرك ما عملتني كده. روح يا ضنايا، إله يحفظك وما يتخلاش عنك أبدا يا حبيبي. سامحيني يا أمي من فضلك يا أمي، سامحيني. قلبي سمحتك يا اتغير. سمحتك يا حبيبي اتغير بالمحبة. أنا ما قدرتش أرجع أنام تاني للادي، وفضلت صاحي لغاية الصبح. كل حاجة كانت عينيا تقع عليها كنت أشوفها جميلة جدا. كنت عايز أحضن وأبوس كل إنسان قبله، وكنت عايز أقول لهم إني بحبهم قوي، حتى المسيحيين اللي كانوا عارفين إني راجل متعصب وعنيف. أنا خليل حبيبي، لسه ما فتحت. أنا جاي أكلم معاك، لسه ما فتحت. من فضلك أنا عايز أطلب منك إنك تسامحني. أرجوك من فضلك كلمني بعدين. أرجوك، أنا اتغيرت. أنا مش نفس الشخص، أنا اتغيرت. أنا عارف إن أنا أذيتك زمان عشان أنت مسيحي. سامحك؟ اتغيرت؟ أنا ما استاهلش إنك تسامحني. سامحني أرجوك، سامحني. أنا اتغيرت. هللويا. يعني إيه كلمة دي؟ حبيبي أنت هتتعلم حاجات كتير. إيه اللي حصل؟ تعال. أنا اتغيرت من فضلك، سامحني. تعال سامحني. أنا سامحتك حبيبي. تعال حبيبي سامحني. تعال. ومن اليوم ده ابتديت أتغير. خليل هل تؤمن بأن يسوع؟ الناس اللي كانت عارفاني والناس اللي معايا في الشغل كلهم لاحظوا التغيير اللي حصل في حياتي. أنا كنت إنسان بيكره، قاتل، حرقت كنايس، سرقت محلات، قمت بأعمال عنف كتيرة. لكن المسيح غير حياتي، ولما ابتديت أتصرف بحسب تعاليم الكتاب المقدس أصبحت إنسان محب. حر، ابن الله حررني. ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. في الماضي كان الموت بيخوفني، كان حاجة بشعة ومفزعة، لكن دلوقتي مفيش للموت سلطان عليا. أنا بقيت في المسيح وكل شيء أصبح جديد.